الفكرة إنه إحنا طول الوقت بيبقى في سؤال عن اللاجئين مثلا، أو بيبقى في قضية اللاجئين دي دايما تطرح في أي محفل فيه رئيس دولة كبير ومؤثر بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي المنتدى كان في نفس هذا الطرح والحديث عن عدد إحنا في مصر ما نقدرش نقول لاجئين، بس عدد الزوار الكرام الذين استقبلتهم مصر والكلام عنهم بالقدر الكبير من الحقوق المعطاة ليهم، ودي رؤية مصر ودي طريقة مصر في إدارة هذه الملفات اللي أحيانا دول تانية تاخدها وتزايد بيها. مصر ما بتعملش كده، مصر تشتغل وتنزل على الأرض وتواجه المشكلة وتستوعب الأعداد الكبيرة رغم مشكلاتها الداخلية وغيرها من القضايا الملفات. عودة لأستاذنا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، نتمنى يكون الصوت أفضل المرة دي. مساء الخير مرة تانية أستاذ أكرم، تفضل. طبعا، فالحقيقة نقطة مهمة جدا بياخدنا فيها رئيس عبد الفتاح، إن هو يتعامل مع القضية زي كل القضايا المختلفة بشكل جذري وبشكل واضح وبشفافية دون لف أو دوران. الحقيقة ده بيوصل لهدفه بسهولة، لأنه هي قضية حدود الفرد طول عمرها كانت بتتحول أحيانا إلى العوبة أو إلى محاولة تخييس، إحنا العلاقات كويسة فيطنشوا حاجة، بعد كده ممكن نفس هذه الدول تطلع تقارير حتة، بعد كده تتجاهل تقارير دولة تانية بتدفع عليها فلوس. يعني فكرة المنظمات حتى أصبحت دلوقتي فيها ده، محدش بيقول إن القضية مش مهمة بالمناسبة، بس بقى مصر قدمت منذ البداية فكرة حاجة مهمة اللي هو الحقوق الإنسان متكاملة، لأن مصر من أوائل الدول اللي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لو حد بيراجعه هيلاقي فيه بيوت كتيرة، حق الحياة والسكن والصحة والتعليم والمساواة وذوي الهمم لهم حقوق والمرأة لها حقوق، وكل حد فكرة التكافؤ الفرص، فكرة المساواة، فكرة العدالة. فدي قضايا مهمة، يعني مش ممكن يبقى في حد دايما احنا بنقول يبقى فقير ومش لاقي ياكل وكده، وفي نفس الوقت احنا نقعد نتكلم في كلام نظري قد لا يؤدي الى انه هذا الشخص يستفيد بدفعه لانه يكون عنده فرصه عمل، بدفعه يكون عنده ده مش معناه ان احنا نتجاهل بنود اخرى، لكن نحطها في سياقها العام. يعني الناس اللي في العشوائيات اللي اتشالوا دول وراحوا في مجتمعات انسانيه ومتحضره، ده جزء من حقوق الانسان مهم. الناس اللي اتعالجت من فيروس سي، جزء من حقوق الانسان مهم. تكافل وكرامه للناس اللي تاثرت بتاثيرات الاصلاح الاقتصادي، ده جزء مهم من الإنسان. حريات الرأي والتعبير تتحط في سياق السياسة، يعني والحقوق السياسية والاجتماعية والحقوق السياسية مهمة جدا وتتحط في سياقها، لأنه كان قبل كده بيتم انتزاع كافة الحقوق ومنع حقوق التعبير في النهاية بنصر إرادته ونخليه غير قادر. الملفات المهمة اللي كان يتم طرحها فيما يتعلق باختفاء قصري مثلا، اكتشفنا إنه هذه القضية اللي تحولت إلى مسمار جوحة مع الوقت كانت التقارير باعتراف التنظيمات الإرهابية نفسها، كنا بنلاقي هؤلاء الناس إرهابيين تم إما تم قتلهم فيتم إعلانه أو القبض عليهم بره، فنكتشف إنه كل إرهابي كان في تنظيم تحول إلى مختفي قسريا وتم الرد على ده بالمناسبة. فكرة الرئيس إنه يعرض إنه إحنا نفتح وما عندناش حاجة، ده كلام مهم جدا. النقطة المهمة الثانية فيما يتعلق بالرد على المراسلين بشكل واضح، اللي هو انتوا بتحبوا بلدنا اكتر مننا، هو انت انا هفضل اسير واشتغل والناس تلاقي فرص عمل وتلاقي علاج وتلاقي كذا، لان انا لو فضلت ارد وطنشت ده، يعني ان انا ما امشيش في سكه مشروعات قوميه او بنى او عمل او فرص عمل، ممكن الناس دي تتعرض لمشكلات، لانه ده كان جزء مهم قوي من السياق اللي انا بتعامل مع قضيه مهمه. وقضيه الاستراتيجيه الوطنيه الحقيقه بتقول ان حقوق الانسان مش طرف، لكنها قضيه رئيسيه، بس ناخدها بمفهوم شامل قادر على انه يتعامل مع كل نقطه بما تستحقه وبما لها من اهميه، وفي نفس الوقت ما عندناش حاجة نخبيها، أقدر إن أنا أفتح الباب للمراجعة ولا المتابعة ولا وده، وبالعكس بقى أثبتت التجربة قبل ذلك إنه في تقارير مزيفة. وبصراحة في بعض المنظمات دايما إحنا بنقول أفسدت قضية حقوق الإنسان وشككت في أي قضية
انسانيه او محترمه، لان هذه المنظمات تعمل بشكل زي تليفونات العمله وتحصل على اموال وتطلع بها. مش بنعمم، لكن في نفس الوقت لازم ده يبقى متاخد في الاعتبار ان في وقت من الاوقات كان في ارهابيين بيتم التعامل معاهم على انهم زي ما حضرتك قلت كده، يعني هو المكاشفه وان ليس لدينا ما نخفيه، ده كان عنوان مهم، وانه طبعا لدينا ما نعمل عليه، واحنا بنواجه ده وبنتعامل معاه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع.